ما لم ننتبه الى ان الاخوان او الى ان الفكر الاخواني تحديدا يعني ما عن اشخاص لان الفكر الاخواني يمثل خطرا حقيقيا دائما علينا مواجهته قد يظهر بقوه مره اخرى يعني الحقيقه ده انذار اه مم. وعايزين نعترف بان احنا مجتمع مصري عدده كبير جدا مشاربه الثقافيه مختلفه, مختلفة, مختلفة متعدده ونعترف في اخوان موجودين في مصر برضو وفي حاجات برضه في الدوله لان لا يوجد قوانين كانت تسمح بغير هذا وبالمناسبه ما فيش مشكله في وجودهم هي المشكله ان هم يفرضوا فكرهم وجهه نظرهم وعلى مم. المجتمع يعني يعني هم يعني اذا كان الاخوان يوافقون على التعايش المشترك مع الفصائل الفكريه والسياسيه الاخرى اللي موجوده في الدوله فما فيش مشكله هي المشكله ان ما لم تكن معنا فانت على ضدنا والرد بالسلاح الرد مش مش بالنقاش يعني دي مشكله الاخوان فهم بالتاكيد لازم نظل صحيين وفي في في حاجه مهمه جدا اللي هي نظريه ملء الفراغ يعني يعني لو انا سبت مكان دون ان اهتم بتنميه الوعي الثقافي فيه يبقى دي منطقه فاضيه انا بتركها لمن يملاها سواء كان الاخوان او غيرهم من الافكار المتطرفه باي شكل من الاشكال، فلابد يبقى عندنا خطه واستراتيجيه واضحه لبناء وعي المواطن المصري. من الذي يستطيع ان يقوم بهذه الخطه؟ يعني ابرز هيئات الدوله اللي ممكن تقوم بها ايه؟ الاعلام هي منظومه، منظومه تشكيل الوعي دي منظومه. آخر حد فيها بالمناسبة وزارة الثقافة ليه؟ لأن أنا دايماً بحب أفرق بقول إن إحنا عندنا ثقافة إجبارية وثقافة اختيارية الثقافة الإجبارية دي بناخدها من المدرسة والجامعة والجامعة والكنيسة ثقافة شبه إجبارية اللي بتجيلي وأنا نايم من غير ما أدفع فلوس ومن غير ما أتحرك اللي بتجيلي من الإعلام ثقافة اختيارية إن أنا أقوم ألبس وأنزل وممكن أدفع فلوس او اركب من وصفات على الاقل عشان اروح سينما او مسرح او اشتري كتاب الجزء الاخير ده اللي بتعمله وزاره الثقافه ومع هذا لما نيجي نتكلم عن استراتيجيه ثقافيه لتنميه الوعي المسؤول عنها وزاره الثقافه وانا ما بتكلمش هنا عن شخص وزير الثقافه يعني لان ده مش دور شخص لا احنا عندنا حاجه اسمها المجلس الاعلى للثقافه مفروض ان ده يبقى دوره الرئيسي ليس التصويت فقط كما هو يحدث من سنوات طويله الحقيقة جدا من بس عقود ليس يعني هو هو لا يمتلك ادوات المجلس الاعلى للثقافه هو مش مطلوب منه يمتلك ادوات مم. هو مطلوب منه يحط استراتيجيات ويقترحها على الوزير ولما تقر الوزير بقى عنده قطاعاته اللي اللي وايضا ممكن مجلس الشورى الحقيقه بصفته من من الحكماء والخبراء ان الناس تحط استراتيجيه ثقافيه ده انا رايي ان, إن دي ابرز الجهات المنوطه بانها تطلع مشاريع ثقافيه قوميه قابله للتنفيذ